ليه ما يبقاش عندك ثلاثة أربع وحوش؟ قائد الزمالك العظيم شيكابالا، اللعيب اللي التاريخ مش هينساه أبدا، ناس بتحاول تقلل منه معرفش ليه. ليه؟ راجل كان عنده أخطاء، كان عنده أخطاء زينا كلنا، لكن كبر ونضج وعرف دوره كقائد ورمز لهذا الجمهور العظيم. كل الجمهور ده بيعشق شيكابالا. بتهاجمه شيكابالا ليه؟ ليه عمال على بطال؟ حتى لو حد في حد بيقول للناس ده فلان عمل وفلان هو اللي لا لا، شيكابالا لعيب كبير وقائد عظيم تاريخي، قائد تاريخي للزمالك، يستحق احترام اكبر من الاعلام الرياضي المصري. شيكابالا اللي قدامكم ده قائد الزمالك يستحق احترام اكبر من قبل الاعلام المصري الرياضي. اللعيبه الكبار اللي عمل التاريخ وخدمت المكان ليها الحق ان هي اللي تقول انا قادر ولا مش قادر. وخلي بالكم من الكلام اللي انا بقوله لكم ده، اوعوا تحاولوا ان انتوا تنساقوا ورا ناس عندها مخطط ان شيكابالا يعتزل. انا بقول لكم، انا عارف انا بقول لكم ايه، شيكابالا مش على هوا ناس كتير، لانه قائد بحقه حقيقي للزمالك. شيكابالا محتاج الدعم ومحتاج احترام اكبر. الاعلام الرياضي لازم وهو بيتكلم على كابتن الزمالك يعرف ان كابتن الزمالك دي حاجه كبيره جدا. ومش معنى كده ان اي حد فوق الانتقاد، احنا بننتقد اي حد بيغلط بننتقده، واحنا ياما تم انتقادنا، لكن في منصب او مركز او حق او كابتن الزمالك ده قيمه، القيمه بتاعته مش في الشخص بس، القيمه بتاعته في التاريخ. مين كانوا كباتن الزمالك؟ مين كانوا كباتن الزمالك؟ اقول مين ولا مين؟ فالنهارده لازم نحترم كابتن الزمالك، كابتن الاهلي، الكباتن اللي هم ما بيمثلوش نفسهم فقط ولكن بيمثلوا تاريخ النادي. لازم ناخد بالنا. شيكابالا يستحق الدعم، وانا سعيد ان هو وصل للتاريخ ده. النهارده شيكابالا بيتساوى مع عبد الواحد السيد، شيكابالا بيتساوى مع كابتن عبد الواحد السيد فأكثر اللاعبين فوزا بالبطولات في تاريخ الزمالك. تخيلوا شيكابالا اللي بقالكم 10 سنين بتحاولوا تبطلوه. انا عن نفسي عشت 3-4 أجزاء مع شيكابالا، كنت فاكر خلاص ان هو عيني هبطل من كتر الضغط اللي بيتعمل عليه والإساءة هو طبعا اللي هو بيعمله رد فعله ما اقدرش اقول ان هو صح، لكن دايما ما تحاسبش رد الفعل، بالذات لما يكون رد فعل من ألفات على شخص، على شخص ولد مقاتل جاي من صعيد مصر، من أسوان، جاي بيثبت نفسه من وهو عنده 9 سنين. شيكابالا ده يستحق الاحترام انه وصل النهاردة ما شاء الله عليه بقى أكثر اللاعبين فوزا بالبطولات في تاريخ الزمالك. أجي النهاردة أنا ألاقي أي فرصة، كل ما الزمالك يا جماعة يتعطل ولا يتغلب ولا أيا كان، أسيب الدنيا كلها وما فيش إلا شيكابالا؟ وآدم آدم ما آدم ما شاء الله عليه ابن شيكا، وكلنا بنعلم ولادنا يعني إيه حب الزمالك، الاحتفال التاريخي للأباتشي. بصوا عظمة جمهور الزمالك، بصوا عظمة جمهور الزمالك. اللي بيحاول يقلل من الزمالك بقول له بص على العظمة، بص على عظمة الجمهور، بص على المشهد وشوف الصورة كاملة وشوف الحقيقة كاملة، وما تسمعش من ناحية واحدة، بصوا العظمة بتاع جمهور الزمالك اللي كان ممكن عادي جدا يدي ظهره وخلاص الدنيا ملخبطة والناس بتسيء لبعض وفي محاكم وبتاع، لكن عمره مد ظهره للنادي، وهو ده سر عظمة الزمالك.